مشكلة حضرتك بالظبط؟ أنا النهاردة عندي 55 سنة مؤاخذة، وبقالي 27 سنة خدمة في حي غرب شبرا الخيمة، باخد 1200 جنيه. عندي خمس عيال، مش لاقي أودي عيل حتى الدرس. 1123 جنيه. يعني أودي عيل الدرس، حتى أجيب فرخة لأولادي مش لاقيها. أدفع كهرباء ولا أدفع مية ولا أدفع إيه بالظبط؟ ولا أدفع مواصلات ليا؟ برضه الرحمة حلوة، ينظرونا احنا بنشيل الوساخة بتاعت البلد. حضرتك عايش ازاي انت وعيالك بال 1200 جنيه دول؟ بقى عايش بيهم، ما فيش الا حتة الجبنة والشات الفول كل يوم؟ كل يوم الحتة الجبنة والشات الفول. خلاص الفول غير راح، الفول غير راح. يعني عشان افطر انا واولادي النهارده في شوية فول وحتة جبنة وحتة جبنة، عاوز 20 جنيه. طب والله والله ويمين لو حاسبنا على ربنا، انا اول امبارح جايب ب 4 جنيه عيش كانهم حفله ولادي. والله وبحلف لك والله، ولا انت مؤاخذه، ولا انت مؤاخذه، لو انت حتى مين انت مش هتاخد روح، ما واخد روح الا اللي خلقها. جايب ب 4 جنيه عيش يوم الجمعه كلتهم حفله ولادي. ليه حضرتك كلتهم حاف يعني؟ ما فيش بقى، ما هيجيب ليه؟ هو انت تقدر تقف قدام بقى؟ انت وقفت قدام بقى وتقول له اديني ب 5 جنيه جبنه، تقول له اديني ب 5 جنيه جبنه وانت معكش؟ لا طب خلاص يبقى بقى خلاص ما تقفش. في اقل من الجبنه ايه؟ في اقل من المشي ايه؟ هاكل ايه زياده تاني؟ هروح بقى اكل زباله ربنا ما حللهاش ليا؟ لو ربنا حلل لي الزباله هاكلها، يكون ربنا ما حللهاش.